طبعا احنا كل فتره كده بيحصل انه بيتم تداول بعض الشائعات والناس تفضل تبعتها لبعض على الواتساب، وتلاقي جايه لك رسائل صوتيه على الواتساب تسمعها تلاقي فيها محتوى اعتقد انه بالوقت كلنا اكتشفنا ان المحتوى ده بيطلع غير حقيقي. واخر هذه الشائعات انه في فويس نوت بتتبعت على الواتساب على التليفونات بتتكلم عن تخدير الفتيات في وسائل المواصلات العامه. مجلس الوزراء بدوره حذر من تداول هذه الشائعات وانه الشائعه الخاصه بخطف الفتيات عن طريق مساله التخدير بوغز الدبوس الايام اللي فاتت اللي انتشرت على السوشيال ميديا سواء فيسبوك بقى او جات على الواتساب على التليفون بصيغه كده تحذيريه للناس من وجود محاولات لاختطاف البنات او الاطفال في المواصلات العامه بعد تخديرهم من خلال شكه الدبوس المخدر. طيب الموضوع طبعا انتشر بصوره كبيره لانه الناس بتعتقد انها كده بتفيد بعض لما تبعتوا لبعض على التليفونات او يعني يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي علشان نحضر بعض، لكن احيانا الموضوع بيعمل نوع من انواع الخوف والذعر ما بين الناس. والنهارده تواصل المركز الاعلامي لمجلس الوزراء مع وزاره الداخليه اللي نفت الاخبار دي وقالت انه ما عندناش ولا حاله بلاغ مؤكدة أو صحة لوجود بلاغات عن محاولات اختطاف للبنات في المواصلات العامة أو في المترو بطريقة التخدير بوغزة الإبرة أو يعني اللي حصل واللي اتقال على مواقع التواصل الاجتماعي. يبقى عندنا هنا سؤال مهم، إحنا ليه بنميل إن إحنا نصدق الكلام اللي بيتقال على مواقع التواصل الاجتماعي من غير أي نوع من أنواع المنطق؟ زي ما بقول لحضراتكم إحنا لو رجعنا بالزمن شوية هنلاقي إنه كان بيحصل ده، كان يجي لنا حاجات على التليفونات تحذير من أمراض ما، تحذير من انتشار مرض ما، ويكون مش موجود أصلاً وملوش أي حقيقة ومش موجود على أرض الواقع. طيب خلينا نتكلم في موضوع التخدير ده، هو في أصلاً ينفع علمياً إنه حد يتم تخديره بهذه الطريقة بوغزة إبرة في مواصلات عامة؟ ده بيحصل إزاي؟ خلونا نعرف أكتر من المتخصصين. دكتور أيمن ثروت أستاذ التخدير بطب جامعة عين شمس، مساء الخير على حضرتك يا دكتور أيمن، وعايز أعرف من حضرتك هو ده علمياً ممكن يحدث إنه يتم تخدير سواء شاب أو فتاة بوغزة إبرة في المواصلات العامة؟ مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك واهلا بمشاهدين حضرتك. اهلا بيك، برحب بيك، وموضوع مهم جدا الحقيقه لانه اثرت على الجدل الفتره اللي فاتت. الاجابه على سؤال حضرتك يعني اللي هو ان حد يشك شكه سريعه تحت الجلد وبعدين يحصل ان هو يتخدر في ظرف دقيقه او دقيقتين، انا باكد حضرتك ان ده حاجه مش موجوده علميا وباي حال من الاحوال، يعني ليس هناك اي نوع من انواع الشك انه ممكن حد ياخد شكه بسيطه وفي خلال دقيقه او دقيقتين يفقد الوعي. طب نوضح للناس الفرق، يعني التخدير بيتم ازاي؟ التخدير عموما بيبقى في الوريد، ده في الغالب يعني في الغالب الاعظم يعني اللي هو بيبقى في الوريد، فعشان انا اكون قاعد جنبي حد في المواصله عامه او قاعد جنبي حد في حفله او في حاجه زحمه وانا احاول اخبره، فانا كراجل متخصص لازم احاول ان انا اجيب الوريد الاول. لو عرفت اجيب الوريد ده بياخد مني دقائق كراجل متخصص، حد حتى مهما كان حد متدرب صعب جدا استحالة ان هو يحقن حد قاعد جنبه في الوريد، فهيحقنها تحت الجلد. فالوريد ده التخدير اللي هو بنعمله في العمليات وكده، ده غالبا بيبقى بالوريد او في العضله. طب لما نقول ان هو ممكن، بعض الناس كانت بتسالني برضو هل ممكن يكون في تخدير عن طريق العضل؟ ممكن في تخدير عن طريق العضل، ان حد يحقن حد مثلا في كتافه من ورا، ولكن برضو العضل ده مش هيبقى في خلال دقيقه دقيقتين هفقد الوعي. وقته اكبر من كده وجرعته اعتقد كمان جرعه كبيره، مش مجرد شكه يا فندم، الموضوع بيوصل لحاجه 5 سم حقنه، 5 سم 10 سم، وبتديني تاثير بعديها ب 45 دقيقه بساعه. فالموضوع مختلف تماما، الموضوع مختلف يعني عشان يعني حد يكون قاعد جنب حد في مواصله عامه او في حاجه في ازدحام بتاخد لها اتليست مثلا يعني 45 دقيقه عشان يبتدي يجيب تاثير كويس. فالموضوع مش بهذه السهوله ان انا اكون قاعد جنب حد واشك شكه وبعدين ما الحقش حتى يقول اللي حواليك، اقول اللي حواليك بسرعه عشان انت ممكن تفقد الوعي. لا، هو في 45 دقيقه دي هيكون قال انا اتشكيت وقال انا اتحقنت في العضل وقال انا في حاجه جامده بتوجعني في العضل ويكلم الناس، وبعد نص ساعه 45 دقيقه ممكن يبتدي يبقى في تاثير. هو عمليا الكلام ده غير منطقي تماما ان هو يكون في حد بيخطف حد او بيخدره عن طريق العضل.
صحيح. طيب ده مش وارد، يعني ده غير وارد علميا يا دكتور انه يحصل؟ غير وارد علميا ولا منطقيا، لان بوحك دي شغلتنا احنا فاهمينها. لازم يجيب الوريد، وعشان يجيب الوريد ده هياخد له دقائق ويبقى عنده مهاره خاصه، وبعدين يحقن من 5 ل 10 ل 20 مللي، فمش هت يعني مش هيوصل ابدا ان هو يخدره او ينيمه بالسرعه دي وبالمهاره دي. او يا دكتور التخدير، التخدير بطريقه اللي هو يحطوا مثلا ماده معينه ريحتها وحشه على منديل، لكن ده هيشوفوه في وسائل المواصلات، يعني الناس اللي حواليه هيشوفوه اكيد. برضه يا فندم ده يعني الناس كتير قوي برضه كانت قبل كده بتسال الموضوع ده، ده لازم يعني يبقى لمده من دقيقتين لثلاثه يستنشق هذا العقار بصوره مستمره عشان يبتدي يفقد الوعي. فعشان انا اعمل كده وانا قاعد في وسط ناس، ده لا، لازم اخد الراجل ده او اخد الضحيه دي في مكان مقفول وابتدي وحد يكتفها وابتدي اشممها حاجه عشان تفقد الوعي. انما حد قاعد جنبي كده اروح يعني بكل تاكيد يا دكتور صعب جدا يحصل في المواصلات العامه. علميا ومنطقيا ده كلام، ده كلام عاري من الصحه، وانا حققت برضو من بعض زملائي هل في بلاغات، هل في حاجه. هو الكثير من الناس طبعا في بلاغات كلها كيديه، كلها حاجات مش مظبوطه، بيكتشفوا في الاخر وبيحللوا للناس بيلاقوا ان ما فيش حاجه موجوده اساسا، او ما فيش حاجه في دمهم، او ما فيش حاجه في التحليلات بتاعتهم، بتكون حالات كلها نفسيه او مشاكل او سبب. صحيح دكتور ايمن ثروت استاذ التخدير بطب جامعه عين شمس، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. يبقى بس ان احنا اعتقد نكون ايجابيين اكتر، لو شفنا حاجه حوالينا بتحصل مش مظبوطه نتدخل ونحاول ان احنا يعني نساعد في حل هذه المشكله، ونطمن لانه ما فيش حاجه اسمها تخدير بوغز الابر في المواصلات العامه، ده يعني صعب جدا يحصل. كل الجهات المسؤوله بتقول انه ما تمش الابلاغ عن حالات بهذا الشكل، فنطمن انه ما فيش حاجه اسمها كده. التخدير عن طريق الوريد او حتى عن طريق العضل بيتم بوقت اكبر من انه في دقيقتين تلاقي حد يعني وقع متخدر وفي مواصلات عامه، يعني صعب قوي يكون ده بيحصل او هيحصل. فنطمن وان شاء الله خير، ونبطل يعني نمشي ورا الاشاعات اللي بتيجي على الواتساب، لانه زي ما قلت لكم قبل كده ما فيش حاجه فيهم اتبعتت قبل كده وطلعت صح.